السؤال الثامن من مجموعة من الأسئلة اختبار القدرات. عدد صحيح إذا أضيف له نصفه وربعه أصبح الناتج 21، فما هو العدد؟ نفرض العدد سين، أضفنا نصفه يعني سين على 2، أضفنا ربعه يعني سين على 4، يصير الناتج 21. الآن واحد المقامات، هذه مقامة واحد، هذا مقامة واحد، انضربه هنا. طبعا المضاعف المشترك هو 4، فعلى طول 4 فبيعطينا هنا 4 سين، وهنا طبعا بيعطينا 4، ضربنا في 2 2 2 سين، وهنا بيعطينا سين على 4، وهنا بنضرب في 4 ضرب في 4 84 على 4. طبعا بما ان المقامات مستوية، اذا البسوط على طول متساوية، فنقول 4 سين زائدا 2 سين زائدا سين بيساوي 84. على طول 4 سين 2 سين 6 بيعطينا 7 سين بيساوي 84، قسم الطرفين على 7، اذا سين بيساوي 12 وهو المطلوب.